رواية سيرة حمار للروائي والمفكر المغربي حسن أوريد بصوت الأستاذ عبد الله أديب. الفصل الثاني عشر. اقتيد الحاكم أك أورير إلى السجن في انتظار أن تجرى محاكمته بتهمة السطو على ملك الغير ورفضه تعويض ما بذمته، وأما الأتان فقد أعيدت للحمال وتم عرضي للبيع في ساحة السوق، وقد أفاض مالكي في مزاياي، ومنها خفة ذهني وفهمي للسان الإنسان، وتعاقب كثير من الزبائن لشرائي، وكان الثمن الذي يقتضيه مالك مرتفعا، وأخيرا اشتراني لاعب سيرك ينتقل بين المدن، وقد عرضني لجملة من الاختبارات وأمرني أن أتقدم فتقدمت، وأن أتخلف ففعلت، وأن أرفع قائمتي الأماميتين وأقوم على الخلفيتين وأمشي عليهما فأتمرت، وكنت حريصا أن أنجح فيما طلب مني، لأني خشيت أن أبقى عند مالك القديم الذي سوف يحملني الأثقال وقد يعتزم خصي، وكنت مستعدا لكل شيء سوى الخصي، فأي قيمة للحيوان أو الإنسان إلا أن يبقى منهما سوى صورتهما، ولم يحمل مادة الحياة ولم يخصب، والتخصيب أنواع، وأرقى التخصيب هو ذلك الذي يقيمه الإنسان بعقله ليغير واقعه، والعنة عدة أشكال كذلك، وهي كل شكل من أشكال العجز والخنوع والاستسلام. كان مالك الجديد لا يحمل حيواناته عسرا ويأخذهم بالرفق ما داموا يدرون الربح، كان يرضى منهم أن يقوموا بدورهم في الألعاب التي يطلعون بها، فللسبع أن يقوم بما طلب منه من حركات بهلوانية كفتح فمه وتهديد الجمهور بزئيره، وللفيل أن يرفع خرطومه، وعلى القرد أن يقوم بحركات مسلية فيقفز من حبل إلى حبل، وعلي أن أرقص في خاتمة الحفل وفق إيقاع معين وأستجيب لطلب الجمهور. يطلب مني أن أحرك رأسي فأفعل، وأن أستدير حولي فألبي الطلب ويلجون في الضحك. ولو علموا أصولي الإنسانية لأدركوا أن لا فضل لي ولا ميزة فيما كنت أقوم، وكانت هذه الألعاب تحظى باهتمام السلطات وتوفر لها الرعاية لأنها تصرف الناس عن شؤونهم، وكانت جزءا من تدبير الشأن العام، وكان منها فقرات مخيفة حينما يطلب من الإنسان أن ينازع السبع، كان ذلك منظرا مريعا، فلقد كان بعض المساجين يعرضون لمنازلة سباع جائعة، والغريب في الأمر أن الجمهور ينسى أن من ينازع أو من ينازل السبع إنسان، فيهتفون للنزال ويفرحون للمبارزة، وينسون ما يتخللها من آلام وجراح يلقى فيها الإنسان حتفه غالبا. وقد أيقنت من خلال تجربتي في السيرك أن لدى الإنسان شعورا عدوانيا مستترا، ولم تكن المنازلات التي يسهر عليها منظم ألعاب الحلبة إلا تعبيرا عن هذا الجانب العدواني، فكان الناس يهتفون ويصرخون لمنظر الدماء والأشلاء. ولقد تفكرت أن المبارزات السياسية هي شكل من المنازلة تستتر عن الجانب العدواني، وأن الساسة لا يتورعون في استعمال جميع الأساليب حتى الدنيئة منها من أجل القضاء على غرمائهم كما يفعل المبارزان في الحلبة.
وكما أن الناس يفرحون لألعاب السيرك وللمبارزات التي تتخللها، فهم لا يرون من السجال السياسي إلا المتعة، ويروقهم فيه القوة، وينتصرون لمن يقضي على غريمه، أيا كانت الوسائل وأيا كانت الأهداف. أليست السياسة سيركا من نوع خاص؟ بدأنا نشاطنا بأليل في الخريف، وقد بدا أن المدينة نسيت قصة الاختطاف، اختطاف تيوزيس وخادمتها وحاتيبوت ومقتل أدربال خديمهم ومحدثهم. ثم إن الحاكم أعيد تعيينه، وقد راودتني نفسي أن أمر قرب بيت والدي، ولكن ما عساني أصنع، فأنا لا أستطيع الحديث، وأنا بالنسبة إليهما حمار ككل الحمير، ولو استطعت أن أحملهما على فهم أمري لهزع بي، ولو وثقا بي لتألما، وهما لن يرضيا الاعتراف بأن ابنهما الذي كان مفخرتهما فيما سلف من حياته قد أضحى حمارا. لذلك أعرضت عن الفكرة، وغارت أليلي في شؤونها، ولا حديث لها إلا عن النصاب الذي يختطف الحمير في قمة الجبل. واستطاعت يقظة مسؤولي المدينة أن تكشف أمره، ولا يستبعد أن يكون ضمن شبكة خطيرة تتهدد المدينة. تركت المدينة وهي تتأهب لتحاكمه ولتوقع عليه أشد العقوبات، لا لاختلاسه فقط وليس لسلفه وحده، ولكن لأنه خارج أسوار المدينة، ولن يحاكم وفق قوانينها، ولكن وفق الأعراف الجارية ضد الأغراب. ألا ما أظلم الإنسان؟ أليس هذا النصاب الذي تتأهب المدينة لمحاكمته هو حكيمها الذي اعتزل الناس ليشتار من الحياة شهدها ويستخلص من حياته رحيقها؟ أليس هو من ربى أبناءها وعلمهم التفكير والإحساس بالجمال والارتقاء بالإنسان وحبه للآخر؟ تحاكمه وفق قرائن زائفة، لأنه وجد عنده حماران، وهل تساءلت عما دفع الحمارين للاحتماء به؟ ولو كان للحمير رأي لقدمت شهادتي، ولعل أتاني أن تقدم شهادته، ولكن لا مكان لنا في منظومة مدينة متحضرة وضعت كل شريحة في قالب وتنظر إليها من خلال هذا القالب. لم يسبق أن عرض على واضع نظام المدينة أوربا حالة كحالتي، حالة خارج القوالب كلها، واكتفت أن تنظر إلي مثل ما يبدو من خلال شكلي، حمارا ككل الحمير، وليس حيوانا من شأنه أن يحس ويتفكر ويأسى. وتناءت أليلي وأنا في فرقة السيرك أنتقل من مكان إلى آخر، وأخذ السير يعسر وقد دخل موسم الأمطار، وكانت عربات الأحصنة تسلك الطريق المعبدة بالحجارة المرصوصة، وكنا جمع الحيوان نمشي على قارعة الطريق، إلا الأسد فكان يوضع في قفص ويحمل على عربة. كانت محطتنا بعد النجاح الذي لقيته فرقتنا بأليلي مدينة سالا. كانت مدينة صغيرة على مصب نهر كبير، كان جوها كئيبا تغلب عليه الرطوبة، وكان ذلك يؤثر في ساكنتها التي كانت متحفظة لا تشبه في شيء ساكنة أليلي التي تميل إلى المرح، وكان أغلب ساكنة سالا من صغار الحرفيين، وكان مرفأها صعب الإبحار لعلو موجه وصخبه، وكان علي أن أصطبر على البرد والمطر، وقد قدرت أن أربط العلاقة مع زملائي من الحيوانات الأخرى في السيرك، ولكن التواصل معها تعذر، فقد ظلت حيوانات لا تخرج عن الدور الذي رودت عليه،
كان السبع لا يخرج قيد أنملة عن الحركات التي تعلمها، ولا كان الفيل يستطيع شيئا آخر غير ما درج عليه. أما القرد فكان يكتفي بتقليد ما لقن، وكان المرء ينبهر وهو يرى حركاتها تلك، ولكن ذلك الانبهار ما يلبث أن يتلاشى حتى حين يرى المرء أن تلك الحيوانات لا تحسن إلا ما علمت، وإذا خرجت عنه عادت إلى طبيعتها الحيوانية. وكان هناك شيء آخر ينسيها ميرانها ويردها إلى طبيعتها الحيوانية، وهو الجوع إن أثقل عليها. وكان صاحب السيرك حريصا أن يطعم حيواناته حتى تظل في قالبها ولا تخرج عنه. كنت أدرك ذلك، وكنت أخشى أن تمتد يد صاحب السيرك إلي ليقدمني قربانا للسبع، وقد لم أعد أخشى الخسي، ولكني وأنا أعيش صباح مساء قرب سبع كنت أخشى أن يغلبه الجوع فيمزقني شر ممزق، أو تنالني منه نزوة من النزوات، وأي سبع يخلو من النزوات. ثم رحلنا إلى بيناسا، وهي مدينة واسعة على نهر عظيم، وساكنتها أصحاب ذوق وأريحية وذو غنى متأث من نهرها ومن صناعاتها. وقد تكرر عرضنا بها لثلاث في مدرج واسع يكاد أن يشبه المدرج مدرج أليلي سعة وجمالا. وحدث بناسا شيء غريب، هو أني التقيت فيها حمارا، وقد تقدم نحوي محدثا إياي بلغة الحمير، ففتح شفتيه ثم منطقهما مرتين يسأل عن عمري، فأجبته بثلاث ضربات بقائمتي ففهم عني، وكنت أعني سني أي ثلاث سنوات من عمري الحماري، وأدركت أن لغة الحمارية صحيح. وسألني كم أثان آتي في الأسبوع محركا ذيله، فلم أرد الجواب، واستطلت أذني علامة على الرفض لأن ذلك من حميمية الحيوان، فغضب وأخذ يتندر بي، ثم نهق نهيقا مبحوحا فتحلقت حول الحمير وأخذت تهزأ بي وترفع من عقيرة نهيقها. كان الحمار حسب ما فهمت زعيما لها، وهو يقيس مدى التمييز فيما يقدم. وكم مرة ينزو لم أستطع الرد، لأن ذلك كان يقتضي الانتقال إلى منظومة مغايرة، وهي لم تكن متوفرة في لغة الحمير، تجعل الغاية من الحياة إسباغها معنى يميزها، ولا تكتفي بالحاجات الحيوانية. هذه المنظومة تقتضي مني الكلام وقد تعطل لدي الكلام، وتقتضي شيئا آخر، هو أن يكون مخاطبي ذا بنية ذهنية يستطيع من خلالها أن يدرك الكليات ويرتفع عني الحسيات. لذلك أمسكت، أنغضت برأسي ونهق الحمار نهيقا متصلا علامة على الانتصار، لقد انتصر بمنطق المنظومة الحمارية. وقد تبينت أن كثيرا من بني الإنسان أنفسهم لا يختلفون عن هذا الحمار الذي حاججني في بيناسا، وأنهم يقيسون الحياة فيما يملكون، ويجعلون غايتهم النيل من متعها والظفر بمتاعها، ومن العسير الحديث مع هؤلاء أو السعي في إقناعهم، ومن العسير كذلك الحديث إلى من يحملون معتقدات، فإما أن تحمل ذات المعتقدات فتعزز رأي مخاطبك، وإما أن تخالفه فيعرض عنك ويرميك بكل شائن ويؤلب عليك صحبه. ولا هو يستطيع أن يرى في الأمر اختلافا، لأن الاختلاف لا يكون إلا في الفكر أي فيما نملك، وكانت تلك فكرة الحكيم أكا أوريل. ترى أين يكون؟ أحكمت عليه المدينة بقوانين تزعم العدل وترسخ الظلم؟ ثم يممنا
وجهة لكسوس كانت الطريق رخوة تغلب عليها المستنقعات، وقد وجدت العربات عنة شديدا في الأماكن التي لم تكن الطريق بها مرصوصة. وأخرج السبع من قفصه ليمشي رفقتنا، وقد أحيطت رقبته بحبل وبمحاذاته القرد، وكان لسبب وغير سبب يضرب القرد بمخلبه، فيأتي القرد مستكينا حتى يقع على الأرض كمن يستجدي عفوه، فيزأر السبع علامة على العفو، ثم نكمل المسير، ويتكرر ذلك حتى إذا غلب الأمر القرد قفز إلى شجرة واعتزل معبرا عن غضبه. إذاك يصاب السبع بإحباط شديد، فيتوقف عن المشي ويحرك رأسه يمنة ويسرى تعبيرا عن الأسى، فإذا طال تمرد القرد زأر السبع زئيرا مدويا، ويجد القرد لذة في تعذيب السبع. وقد قدرت بادئ الأمر أن السبع هو الذي يتحكم في القرد، ولكني أيقنت بعدها أن القرد هو الذي يتحكم في السبع، وأن القرد يرضى ببعض نزوات السبع فيجاريها، ولكنه يعرف تأثيره عليه، لأن السبع لا يستطيع أن يكون سبعا من دون قرد. وصلنا هكسوس بعد لؤي، وهي مدينة هادئة يعيش ساكنتها على الصيد وتجفيف السمك واستخلاص الملح من ماء البحر، ويحبون المتع ويشربون الخمرة ويعشقون النسوة، ولهم اهتمام بعروض الزينة، وقد ابتهجوا بعروضنا. ولو أن الأسد كان قد يخرج عن الدور المنوط به فقفز من الحلبة إلى الجمهور لأن متفرجا استفزه، فعم هرج ومرج، وتدارك صاحب السيرك الأمر حينما جذب سلسلة الأسد بقوة وهدده بذرة، وانصاع الأسد وتطامن كقط أليف. لو أعمل الأسد عقله لأدرك أن الدرة ليست بالقوة التي تثنيه، ولكنه روّد على خشيتها. وكذلك الشعوب فهي تخشى قوى ضعيفة لا يمكن أن تثبت أمامها ولو هي أبانت عن قواها، ولكنها روّدت على الخوف فرضخت. أقمنا بلكسوس، وقد أعجبت المدينة صاحب السيرك الذي تسرى بفتاة قوطية تملك حانة، وكانت مناسبة لنستجم أرجاء المدينة مليئة بالعشب وجمال الطبيعة. لم أشعر بالجوع، فالكلأ مبذول، ولكن الملل تسلل إلي. ثم كانت هناك قضايا وجودية تؤرقني وتقض مضجعي. تفكرت في الأتان التي تعرفت إليها في قمة الجبل وخفق لها قلبي، وتذكرت محنة الحكيم ووصاياه التي حملني. مأساتي هي قدرتي على التفكير، مأساتي هي مشاعري، ولذلك لن أكون حمارا كامل الأهلية. لم أعد أتلظى بماضي الإنسان وحده، بل كذلك اقترن بحياتي الحيوانية، فالأتان أضحت جزءا مني، وحكم الشيخ وصايا حملتها في حياتي الحيوانية. ولم نغادر لكسوس إلا أن مل صاحب السلك صاحبته القوطية، فأخذنا سبيلنا في اتجاه تنجيس، عمت بشائر الدفء الأرجاء، وبلغناها والصيف قد أهل. كانت مدينة مختلفة عن المدن الأخرى، أقرب ما تكون إلى قيرطة بنوميديا، تحفها مرتفعات وعليها تقيم الساكنة مساكنها، وهي خليط من الأجناس من أمازيغ وقوط ويندال ورومان، تعيش على التجارة وتحب الحياة ومتعها. تختلف عن قيرطة في شيء هو ضعف جانبها المعرفة، فلا تهتم بالمعرفة ولا تقيم وزنا للفكر، لأن مدار النجاح هو المال. وقد أعجبت بطبيعتها الساحرة ومناظرها الخلابة وحدائق
إسبيريس بها على مرتفعات تطل على البحر، ويرى الإغريق أنها حدائق هرقل تعطي ثمارا من ذهب. وقد قدمنا عرضا بمسرح المدينة وكان عرضا عاديا لم يرق إلى ما لقيناه في المدن الأخرى، فلم يحضر عرضنا إلا الدهماء، أما العلية فمشغولة بتجارتها ومتعها، ولكن عرضا استأثر باهتمام المدينة أزرى بعرضنا هو مبارزة رجل لسبر. شاهدت عرضا منها بأليل ملأني فرقا حين مزق سبع أشلاء رجل أعزل، ثم أمسك جثته بين فكيه واعتلى صياح الجمهور بهجة لهذه المبارزة الفريدة. وكان علينا أن نحضر العرض بتنجيز من مسرح المدينة المشرف على الحلبة التي تطل على المرفأ. ووقف رجل أعزل وسط الحلبة وكان ممشوق القوام مفتول العضلات، ولكن شيئا آخر يبدو منه هو هدوءه، ولم يبدو عليه الخوف أو بدر منه الجزع رغم صياح الجمهور، حتى إذا فتح المنفذ الذي خرج منه الأسد هائجا لم يتحرك الرجل. فلما اقترب منه الأسد هدده بحركة برأسه ويده فتراجع الأسد، ثم أخذ الأسد يزأر فنظر إليه الرجل دون أن يتحرك بنظر حاد، فأمسك الأسد وأخذ السبع يهدد بمخالبه والرجل واقف في مكانه لا يرين. فتقدم السبع وهدد الرجل بذراعيه، ولكن السبع لم ينتني هذه المرة وأقبل على الرجل في عزم، وأمسك الجمهور أنفاسه لأنه أيقن أنها النهاية المحتومة. فإذا الرجل يمد ذراعه اليمنى كمن يستدعي الأسد في اتجاهه، ثم يستدير في الاتجاه الأيسر ويأخذ في القفز حوله كما لو هو عجلة، وارتاع السبع لهذه الحركات فأخذ في التراجع والرجل يدور حوله حتى ذهب بعقله، فأخذ الأسد في الزئير وتوقف الرجل عن الدوران وأخذ يدور حوله السبع راكدا مصوبا نظره إليه، فاهتاج السبع وأخذ يحرك رأسه من فوق ومن تحت، ثم توقف الرجل وانفتل السبع عائدا إلى مربده واهتز الجمهور. انتصر الرجل، انتصر على سبع أهوج بالذكاء ورباطة الجأش. أدركت حينها أن القوة ليست هي كل شيء، وقد أعلنت هيئة التحكيم انعثاق الرجل كما تجري قواعد اللعب، فالذي ينتصر على السبع يعتق إن كان عبدا ويعفى من عقوبته إن كان ملاحقا، أما صاحب السلك فأيقن أن عليه أن يغير فقراته لكي يستجيب لمتطلبات الجمهور. أدرك أن ما يروق ليس الألعاب البهلوانية التي كان يقدمها الفيل أو القرد أو الأسد، ولا تلك الرقصات التي كنت أرقصها والألعاب التي أقوم بها مع الجمهور، وإنما تلك المشاعر القوية المنبعثة من خطر الموت تخلص من الفيل بأحد الأسواق، تخلص من الفيل بأحد الأسواق وقد اشتراه تاجر قوطي وباع السبع والقرد لثري روماني. ثم ركبنا البحر من مرفأ تنجيس إلى سبتون، لأن الطريق البرية ما بين تنجيس وتمود وعرة تتخللها غابة كثيفة بها حيوانات ضارية، وما أن بلغنا سبتون حتى يممنا شطر تمود برا، ولم تكن الطريق بالصعبة رغم بعد المستشفيات. ثم إن تخلصنا من الحيوانات الأخرى جعل سيرنا قاصدا، لم أكن أعلم ما يبيت صاحب السلك، ولو علمت لأخذت حذري أو لربما قررت أو فررت، كان يهيئني لمبارزة.
لمبارزة أسد، واستأجر لذلك سبعا ضاريا، ولم أعلم بالأمر إلا ليلة المبارزة. فكرت في الأمر طويلا، فمبارزة حمار لأسد تعني نهاية الحمار، وأي حمار يقوى على أسد؟ أكان ذلك وسيلة صاحب السيرك ليتخلص مني؟ كان يكفيه أن يبيعني، ولكنه كان يريد تخلصا مجزيا، وكان يريد أن يدخل سجل المصارعات القوية. فكرت فيما ينتظرني، واستحضرت سابقة الرجل الذي انتصر على الأسد بالذكاء ورباطة الجأش، ولكن هل أستطيع أن أنتصر فيما انتصر فيه الإنسان؟ فله خفة ليست لي، أهي النهاية نهاية حيوانية؟ أنا الذي كنت آمل أن أعود إلى إنسانيتي، قدرت أن أنتهي بشرف مهما كان. أخذت قسطا من الراحة كأنني لست معنيا بالمواجهة، وطنت نفسي على رباطة الجأش، أكلت فضلات بطيخ عفن وشربت ماء كثير. دخلت الحلبة عند الغد عصرا، وكانت غاصة وعلى الصفير كما لو أن منظري لم يكن ليروق الجمهور. لم أكترث لمشاعر الدهماء، بقيت مسمرا في مكاني حتى إذا فتحت دفة قبو الأسد أقبل هائجا مزمجرا، فعلى صياح الجمهور. كان الأسد عازما أن يجعل مني مدغة سائغة، فما كاد يبلغني حتى انقض علي، فملت جانبا وانحنيت بعض الشيء فلم يصبني، فزاده ذلك اهتياجا. اعتزل ثم زمجر وهو يتأهب لأن ينقض علي. أخذت أعبث بقائمتي اليمنى الأمامية فازدادت زمجرته، إذ ذاك رفعت قائمتي اليسرى فأخذ الأمر يختلط عليه. كان علي ألا أمهله ليتفكر، إذ بعدها وقفت على قائمتي الخلفيتين في وضع إنساني، وأخذت أرقص، ضج المدرج بالضحك، فاغتاظ لذلك الأسد. ثم أخذت أدور حوله وهو يزمجر ويزأر. أخذ الجمهور يميل إلى صالحي ويتندر بالأسد، وقد توقف الأسد كمن يستجمع قواه، فهجم علي وأنا واقف وقفة الإنسان. أصابني مخلبه في بطني، لم أشعر بألم، وإنما رأيت الدم ينث من جسدي، وإذ ذاك لم أرى بدا من أن أواجهه بحيلة كنت فكرت فيها من قبل، وهي أن أتبول عليه. غمر بولي غفرته كما لو هو ماء دافق ينبجس من عمق الأرض، فغمر وجهه وعينه ولم يعد يرى بهما. إذ ذاك لم يتمالك الجمهور نفسه من الضحك، وأثر ذلك على نفسية الأسد، لم يعد مالكا للمبادرة. ما أن أنهيت تبولي حتى أخذت أعبث بعضوي وقد انتصب، فأنزله كما لو هو سيف أريد أن أفتك به، ثم أضرب به صدري كمن يضرب على طبل، وأنا واقف في وضع إنساني، فيثير ذلك خوف الأسد. أعتذر لمن يسمع حديثي وتلويحي بعضوي، أعرف أن في ذلك خدشا للحياة، ولكن المسألة كانت قضية حياة أو موت، لم يكن لي بد سوى أن أخرج أداتي، ولو أتيح للأسد أن يغرز أنيابه في جسدي لفعل، ولو كان لي أداة أخرى من شأنها أن تخيف لاستعملتها. ليس هناك معركة طاهرة، وغريزة الحياة توظف كل شيء. أيقنت أن المعركة انتهت، فنزلت على قائمتي الأماميتين واستدرت ظهريا، جمعت أنفاسي وأطلقت ما ببطني، وكان إسهالا غطى غفرة الأسد. لم يحتمل الأسد الإهانة فتراجع إلى قبوه خاسئا، واهتزت جنبات المدرج بالهتاف والصياح. انتصر الحمار على الأسد،
لم يكن ذلك متوقعاً، وأعلنت لجنة التحكيم انعتاقي. لم أعد ملكاً لأحد، لم يعد لأحد أن يمتلكني رسمياً. ووضع على رقبتي وشاح يمنع أياً كان من امتلاكي. ونزل جمهور غفير الحلبة، لم أذكر منهم إلا تلك الفتاة التي نزلت تعانقني وتلبث علي وتداوي جرحي، والتي سأعرف من أمرها الشيء الكثير. كنت ذاهلا عن أجواء الحبور، كنت أود الدخول لمخدعي لأستريح. حاول صاحب السيرك أن يقترب مني، ولكن الفتاة صدته لأني أضحيت حرا. نظرت إليه نظرة ثاقبة، ما إخال إلا أن أدرك مغزاها. أهذه حقيقتك يا صاحب السيرك؟ أردت القضاء علي دون أن تحمل نفسك وزر هذه الفعلة الشنعاء؟ ألقيت بي في أذون المعركة؟ ألقيت بي في أذون المعركة مع سبع أهوج، وأنت تقدر أنه سيمزقني شر ممزق، ولم تتوقع أني أستطيع أن أنتصر. وليس النصر بالنسبة إلي إلا الإبقاء على الحياة. لسوف تسعى أن تسحب هذا النصر إليك، وتزعم أن الحمار حمارك، ولكني أعرف طويتك، ولم أعد منذ اليوم حمارك. روضت الأسد والفيل والقرد، وتخلصت منها بسهولة، وأردت التخلص مني بذكاء يعفيك من المسؤولية. ها أنا لا أزال حيا يا صاحب السيرك، ها أنا حر يا صاحب السيرك، حر رغم جراحي ورغم ندوبي. وطار خبر انتصاري إلى الحمير، وأرادت أن تقيم احتفالا كبيرا، وخرجت في مظاهرات صاخبة، ولكني رفضت المشاركة في أي حفل والسير في أي مظاهرة. كنت جريحا، جريح النفس والجسد، كنت تعبا، أعياني وضع الحيوان، ورفضت أن أصبح ألعوبة تتقادفني الأيادي. أخذتني الفتاة وهي مناهضة لمنازلة الحيوانات إلى فندق خاص بالدواب، واتخذت لي زاوية أضمد فيها جرحي، ثم نمت فيها ملء جفوني. وجدت في جسدي خدوشا أخرى لم أنتبه إليها في النزال. أما الخدوش الغائرة فهي هذه المعاناة التي أعيشها، وهذا التمزق بين وضع حيواني وآخر إنساني. كنت كمن هوى عليه جبل فلم يعد يقوى على الحركة. عافت نفسي كل شيء، عافت الأكل والشرب، وعزفت عن الخروج وملاقاة الحيوانات، ولذلك لزمت الفندق لا أبرحه. ماذا جنيت لكي ألقى هذا العذاب وأرضى بهذا الشقاء؟ أهي حوبة الاستمتاع بما ليس لي؟ أهي الاغتراف من شراب محرم؟ أهي رغبتي أن أطير وأحلق في الأجواء؟ وكان حريا بي أن أذكر أن ليس على الإنسان أن ينفصل عن الواقع. ألا يكون فيما قاسيت كفارة لي؟ أيكون قدري أن أظل حمارا يحملني حمال أثقاله ويسومني العذاب، ويضن علي بالأكل، ويتهددني بالخصي، ويعبث بي برابرة في شؤون معتقداتهم، يقدسني هؤلاء ويزري بي أولئك، فينصبونني غرضا لحقدهم وجهالتهم؟ أقدري أن أحرم صحبة رجل حكيم، وأن أرى ما نزل به من ظلم فلا أستطيع أن أدفع عنه الضر؟ أقدري أن يوظفني صاحب سيرك لا يقيم للحيوانات وزنا إلا بالقدر الذي تطلع بالدور الذي يريدها له، ثم يتخلص منها بلا أدنى إرعاب؟ أقدري أن أدفع لعشرة حمير يهزؤون بي ويريدونني حمارا مثلهم؟ أكتفي بالأكل وبالنزو؟ تعبت وبئست
وأظلمت الدنيا في عيني. رفضت الخروج من الفندق ودأبت دونا، وهي الفتاة المناهضة لتعذيب الحيوانات بزيارتي، وقد شعرت بأني لست حمارا ككل الحمير، لست أدري مصدر شعور دون حيالي، ولكن الذي أذكره هو ملازمتها لي في محنتي. كانت تزورني بالفندق كل يوم وتأتيني بالحشيش فأقدمه في عسر وقد عافت نفسي الأكل، فتحدثني حديثا رفيقا يذكرني بالحكيم. عرفت منها أشياء قربتها إلي، فهي أمازيغية من أبيها ونضالية من أمها، ولدت بسبتوم وتعيش بتامودا. تزوجت فيما سلف من حياتها جنديا رومانيا، ولكنها ما لبثت أن افترقت عنه، ومنذ فراقها أخلصت لما تراه غايتها في الحياة، التخفيف من معاناة الحيوانات، وكانت ترى قسوة الإنسان على الإنسان وقسوة الإنسان على الحيوان، كانت تشبه الحكيم في أشياء كثيرة وتختلف عنه في أشياء، كانت دائبة النشاط مثله ولم تكن منعزلة مثله، لم تكن ذات ثقافة واسعة مثل الحكيم، ولكنها كانت ذات وعي عميق، تجالسني وأنا ممتد فتضع ذراعها على رقبتي وتحدثني: انهض من عترتك أيها الحمار الوديع، دع عنك الأسى والحزن، لست أراك حمارا ككل الحمير، ولو كنت حمارا لكنت مثلها، تبتهج لنصرك وتأثر لضيمك، أشعر أن لديك هذا الذي يميز الشعراء والفلاسفة، حزنك هذا الذي يغلب عليك، ولو استطعت الكلام لنضح منك هذا الذي يملأ نفسك وحدث بأشياء جميلة، أشعر بذلك، أشعر به من خلال هذه القوة التي أتيحتها النساء، الحدس، أشعر بأن لديك شيئا ثاويا لا تضعه بهذا الحزن الذي ران عليك وأفسد عليك أمرك. إن هي إلا خطرات عابرة في حيوات الحيوان والإنسان، ولست أميز بينهما، فلقد وجدت عند بعض الحيوان من السمو ما لم أجده عند كثير من بني الإنسان، فزوجي كان يجري وراء النجح ويذهل عن الشيء الأساسي في الحياة وهو السعادة، وكان يحب أن يقاتل لرفعة شأن روما، ولا يهمه ما يصاحب ذلك من تقتيل وتدمير، كان مدفوعا بغريزة، غريزة القوة، غريزة اللذة، فهل هذا من الإنسان في شيء؟ وعرفت كلابا يغلب عليها الوفاء، وعرفت حميرا يطبعها الجلد، وعرفت هرنة ودودة، وعرفت سباعا أبية، ووقفت على كبرياء الخيل ونبلها، أليس مدار التمييز هو الأخلاق؟ أو ينبغي أن يكون هو الأخلاق؟ تألم لأنك لا تستطيع الحديث، وهب أنك لا تستطيع الحديث فهب، فهل تحسب العقلاء من بني الإنسان غافلين عن جرحك؟ منهم من يدرك ما اعترى حياتك، كنت أسمع حديثها فيسرى عني، فأغمض عيني وقد يغشاني الكرى، فإذا شعرت مني ذلك كفت عن الحديث وأخذت في الربث على شعري، ولقد حدث مرة أن غلبها النوم فنامت بمحاداتي. لسوف أصدقكم القول لو كنت محبا أنثى من الإنسان لأحببت دونا، وأعتقد أني أحببتها من خلال شعور غريب كهذا الذي كانت تحدثني عنه هيباتا، هو الحب الأفلاطوني، أتطلع لزياراتها وأستمتع بحديثها وأجزع إن تأخرت أو تخلفت،
وأجدني حيوانا آخر في صحبتها، ويشملني الحزن عند فراقها. هل كان لديها الشعور نفسه؟ لا أدري، ولا يحسن أن أطرح هذا السؤال. وحتى لو أحببتني فلقد كانت عدة موانع تحول بيننا. وتمثلت للشفاء فأخذت أخرج صحبتها إلى المكان المعروف بتطاوين، حيث العيون المتفجرة من سفح ربوة تعلوها أشجار سامقة ذات ظلال وارفة، فأستمع إلى خرير المياه وهي قربي تعبث بزهرة أو هي تترنم بأغنية، ونحن ننظر إلى الأطفال وهم يبرعمون باللسان الأمازيغي أو يخلطونه بالوندالي. وقد نزح كثير من الوندال من بلاد القوط واستقر بشمال موريتانيا. أو نحن نسمع شدو النساء البهيج. شعرت براحة خاصة أن لم يعد أحد من بني الإنسان ليتجرأ علي وأنا أحمل وشاح الحرية. وتساءلت هل أرضى بهذا الذي أنلته بعد عناء، أم أكمل مسيرتي لكي أستعيد إنسانيتي؟ وهل هناك من ضمانة لكي أغدو إنسانا؟ كان لابد أن أعود إلى حيث وقع التحول، إلى موطني. ولعلها أدركت ما كان يجول بصدري فقالت لي: إنك لتخفي شيئا أيها الحمار الودود، تراودك نفسك بالرحيل. لا ضير، إن كان ما تروم منه هو ملاقاة نفسك، لن أمسكك ولو أني لسوف أجزع لهذا الفراق. ولست أشك أنك ستلقى نفسك أو هذا الجزء منها الذي تبحث عنه والذي يجعلك دائم الحزن. أنا واثقة أنك سوف تجد ما تبحث عنه، سوف تجد نفسك، ولا سوف تكون أزهى وأصفى مما كانت. سيلتقي فيها الجمال والعمق والصفاء، لا تيأس، ولكن ملاقاتك لنفسك لا تكفي. اجعل من معاناتك معراجا لكي يلقى قومك أنفسهم. اجعل من معاناتك معراجا لكي يلقى قومك أنفسهم إن ضلوا أو تاهوا. تقوم الميثولوجيا الإغريقية إن هرقل هو من فرق الصفتين، وأنا أرى تقول الميثولوجيا الإغريقية إن هرقل هو من فرق الضفتين، وأنا أرى أن ما فرقته الآلهة يمكن للإنسان أن يوحده. كن إحدى أدوات هذه القنطرة، فهذا الذي يجمعني أنا وأنت، لأني أخشى يوما تتعمق الهوة بين الضفتين وأنا نتاج الضفتين. ولو حدث شرخ فلكأني قد مزقت شطرين. وهل ترى إنسانا بيد واحدة ورجل واحدة؟ وهل تراه يستطيع أن يتقدم ويصنع ويبصر وهو منزوع من شطره؟ تعال لأضمك أيها الحمار الودود.